انت كنت بتلعب كوره من زمان. ليه ما لعبتش في نادي مشهور؟ والله عايز الحقيقه يعني علشان يعني الاول كنت بلعب و يعني كان حلم حياتي ان انا اطلع لعيب كوره كزيكم، وقعدت احاول برضو في شويتين ثلاثه وبعد كده فقدت الامل. لو كابتنه كان موجود وانا صغير اكيد كان هيفرق، لو انا كنت جزء من البرنامج ده زي الولاد، لو انا قد العيال دي لو كان عندي فرصه زي دي. اول مره ما قابلت محمد صلاح اتكلمت فيها كان 2015 مثلا. وكنت عامل عمليه كده في رقبتي، وكنت عامل مركب رقبه كده وعامل كده بتاع بس. وبعد كده هو قال له واحد صاحبه وكلمني واتقابلنا، وهو كان لسه رايح روما بقى بقاله ست شهور مثلا كده، فراح جايب لي تيشيرت روما لعب بيها ماتش تشامبيونز ليج كده بالروستار عندي. فدي اول مره تقابلنا، واول حاجه سالتها له بقى ايه بقى؟ قلت له هو توتي عامل ازاي في الحقيقه كده؟ بني ادم زينا وبتاع ولا لا؟ بس قعد يضحك.